وصفة أصابع المعكرونة المقلية والمغمسة بالقطر، سبق وشاركتكم بهيدي الوصفة وحبيت أرجع عيدها لكم. مكوناتها كتير سهلة وبسيطة وبنقدر نعملها تجهيز مسبق، نحط كمية كبيرة بالفريزر ساعة اللي بدنا بس بنقليهم، لأنه هيدي العجينة بدون خميرة فبنقدر إحنا نفرزها. طعمتهم كتير مميزة وطيبة، بيكونوا كريسبي من برا من جوا مشبعين بالقطر وبيتقدموا، ما في داعي لتزيين لا بفستق حلبي ولا بجوز هند. هيدي طريقة تقديمهم. وبالنسبة لطعم القطر هيدا بيرجع لذوقكم، يعني إذا غمستوهم بتقريبا 7 دقايق 5 دقايق بالقطر كافي، بيعطوكم الحلى المطلوب. انتو بتاخدوا حبة وبتدوقوها لتشوفوا نسبة القطر كافي أو لا. عم جهز لأعمل أصابع المعكرون. حطيت كوبين طحين ونص منخولين، معلقة طعام ونص سمسم محمص، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ذرة بسيطة من الملح، كوبين من السميد الناعمة، اخلطهم كلهم سوا. بعد ما خلطتهم بعمل حفرة بالنص، رح ضيف ربع كوب، فيكن تستخدموا زبدة وفيكن تستخدموا سمنة، انا حطيت سمنة ما توفر عندي زبدة. بتسيحوها بتضيفوها هون، نص كوب زيت نباتي، كوب حليب سايل بده يكون شوي دافي، كوب من اليانسون مع حبات اليانسون، غليت معلقتين طعام يانسون مع كوب مي وخليتهم لحتين صاروا دافيين كتير كويس، ورح ضيفهم مع الحبات، معلقتين طعام مزهر. وهلأ رح ابدأ جمعهم على بعضهم لتصير عندي عجينة. هلأ صارت عندي عجينة كتير كويسة بهيدي الطريقة، قوامها كتير ممتاز. رح غطيها بنايلون وخليها ترتاح نص ساعة وببدأ شكلها. انا عندي هيدا القالب بستخدمه لعمل اصابع المعكرون. بتاخدوا الحبة بتفردوها هيك، بتضغطوها على القالب عشان تاخد الشكل كتير كويس، وبعدين منجمعهم هيك، بتصير عنا بهيدي الطريقة. فإذا ما توفر القالب اشتغلوها على المصفاية، والمصفاية بتعطيكم كمان الشكل المطلوب. في عندي هيدي المصفاية موجودة بكل الأسواق الشعبية، بتاخدوا الحبة بتحطوها هيك وبتفردوها، ونصير نلمها ورح تاخد عنكم هيدا الشكل. هيدي أصابع المعكرون بعد ما أنا هلأ جهزت كل الكمية. أنا كل فترة بعمل كمية وبحطها بالفريزر، كل ما بدي بعد الفطور أو أي وقت أنا بدي بشيل وبقلي بيكونوا جاهزين. يعني هيدي الأصابع فيكن أنتو تفرزوها لأنه ما فيها العجينة خميرة أبدا، وساعة اللي بدكن من الفريزر للمقلة عادي. هلأ رح غطيهم نايلون وبعدين رح صوركن طريقة القلي. هيدي الدرجة هيك مطلوبة لقلي الأصابع المعكرون. لو كان الزيت عم يغلي كتير كتير سخن بتصير تستوي معنا من برا، ومن جوا بتكون بعدها عجين. أنا رح أقلي كمية والباقي بغطيهم نايلون بالصينية بحطهم بالفريزر، ساعة اللي بدي بشيل وبقلي، ما تقلبوهم لحتى يتحمروا. هيدا اللون القلي كتير ممتاز، لما نشوفهم بهيدا اللون بنشيلهم من الزيت. بحطهم بمصفاية بس دقيقة دقيقتين، وبحطهم بالقطر على طول هن وسخنين. هيك رح كمل الدفعة التانية، وهلأ رح نزلهم بالقطر. يعني بس دقيقة خليتهم بالمصفاية والقطر كان دافي وهن سخنين، وخلوهم شي 4 دقايق ليتشربوا القطر كتير كويس، لانه هيدي العجينة ما فيها سكر، فرح خلوهم شي 4 دقايق 5 دقايق ومنشيلهم من القطر. هيدي النوع من الحلو الاصابع لازم تخلوها بالقطر لتتشرب كويس، لانه العجينة ما فيها قصر ابدا. شوفوا ما احلى لونهم تبارك الرحمن. خليتهم بالقطر 7 دقايق ليتشربوا القطر كتير كويس، وهلأ رح حطهم بالصحن اللي بدي اقدمهم فيه. شلتهم من القطر وحطيتهم بالصحن اللي بدي اقدمهم فيه. انا بحب هيدي المصفية لانه الى صحن عشان القطر اللي بيتبقى فيهم ينزل على الصينية تحت. وهيك حكمل تاني دفعة، بعد شي 5 دقايق 7 دقايق بشيلهم من القطر. وهيدا الشكل النهائي لتقديم اصابع المعكرون، ما في داعي تزينوهم لا فستق حلبي ولا جوز هند ولا شي، هني بتقدموا بس هيك. هيدي طريقتهم، وصفة سهلة وبسيطة، بتقدروا انكم تعملوها تجهيز مسبق تفرزوهم، وساعة اللي بدكم بيكونوا جاهزين للقلي.